جول يا القائم ما زال تختار. السلام عليكم يا فريميديون، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فريمد وسلسلة مهنة لاعب الأسطورة فريمد. قبل ما نبدأ يا جماعة لا تنسوا تفجروا زر اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات، تعطونا آراءكم وأفكاركم في صندوق التعليقات. واللي ما مشترك في القناة يا جماعة مرحبا بكم، خلونا نوصلوا إلى 200 ألف أخ وأخت مشترك في القناة قبل بداية 2023، ويلا بينا ليت جيت ستارتد بدون إطالة عليكم. أوكي للتنبيه يا جماعة الخير، المرة السابقة لم أقم بحفظ اللعبة، خطأ من قبلي يا جماعة، سأقوم بتدريب وتخطي المباريات تمام، لأن الموسم الجديد يا جماعة سيبدأ أمام من؟ أمام جيرونا. والآن فلننتقل إلى مباراة جيرونا. مرحبا بكم يا جماعة الخير، مثل ما تشاهدون لدينا تقريبا 17,000 دولار سنحتاجها في الاستثمارات يا جماعة. أوكي سنقوم بإكمال هذا النشاط. أوكي في الاستثمارات ما نقدر، ولكن في التسوق ربما سنشتري شيئا ما. أوكي سنقوم بشراء ترامبولين، يلا تمام. اليوم يا جماعة الخير بداية لليغا، أول اختبار كبير لفريمد مع نادي إشبيليا ضد جيرونا اليوم يا جماعة. هل أنا أساسي؟ حسنا يا رفيق لا تتعب نفسك. اوكي اسسي في مباراة اليوم وفي المكان الذي احبه يا جماعة، يلا ليتس جو بداية المغامرة مع الاسطورة فريمد. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين اشبيليا وجيرونا، لنرى ماذا سيطلبه المدرب من فريمد. 8.5 تقييم، عرضيات ناجحة لا تقل عن 50%، وتحقيق معدل استغلال الفرص لا يقل عن 70%. يلا بسم الله. هذاري يا سيمبونا. يلا يلا نسيري نسيري. ضيع. كول يا الله يا الله. قول يا القائم ما زال تختار. وين هي الشوط الاول؟ تسديد ياه وكورة الحارس. قول 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 الأسطورة فريمد يخلط 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 جيرانا. يا سلام ستو سي، أول هذا مع إشبيلي هذا الموسم. الأسطورة فريمد لا يمزح أبدا. قول جول يوسف النصيري. جول جول يوسف يوسف يوسف. جول الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. هدف رائع ونهاية المباراة 2-1 بهدف فريمد ويوسف النصيري. الجزائري والمغربي يقودون إشبيليا للفوز على جيرونا في أولى مباريات الدور الإسباني. إشبيليا في المركز الأول حاليا. أوكي لم نؤدي ولا أي مهمة. أوكي الترتيب محتلين المركز السادس. أوكي فارق الأهداف فقط. ريمد هو بطل جديد يترك بصمته. أوكي عندنا اليوم مباراة ضد ريال سوسيداد أيضا محتل المركز الأول.
جيد. السيسي نعم في مباراة اليوم مع كورونا والنصيري وراكيتيتش. تركيز كبير على لاعب أكاديمية الشباب سيشارك أساسي مع الفريق الأول، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أعزائي المشاهدين أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم، مباراة اليوم بين إشبيليا وريال سوسيداد على ملعب ريمون سانشيز. اليوم ماذا يطلب مني المدرب؟ تقييم 7.5، تسجيل هدفين وتحقيق معدل استحواذ 60%. اليوم لازم نسجل هاتريك. هذاري ياسين الأفضل في إفريقيا ومن بين الأفضل في أوروبا. جول يوسف 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 نصيري، يا سلام. شوف الهدف، شوف شوف توغل فريمد والعودة إلى الحارس، الحارس يخطئ أو جول. يوسف يستغل خطأ. حذري جول. ريال سوسيداد يعدن النتيجة بسرعة، فيها فرحة لم تدم. جول يا سدد سدد. جول 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 رقم 10 من راكي 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 تيتش. جمع هدفين ولم أسجل ولا هدف. ونهاية الشوط الأول 2-1 لصالح إشبيليا ضد ريال سوسيداد. هذاري ياسين مجددا. جول يا الله. جول يا جول يا الله. ما حبت، نحتاج هدفين يا جماعة من أجل تحقيق المهام. جول 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 فريمد. نهاية المباراة 3-1، كنت حابب سجل هدفين يا جماعة. اوكي ماذا جرى؟ كان هذا عرضا رائعا. واو مذهل. يريدون التحدث معك. ماذا؟ اوه نادي الصعوبية يا جماعة. ماذا؟ ندوة الصحفية. ولا أي مهمة. أداء عالي جودة من يوسف نصيري. وكيف الترتيب يا جماعة الخير؟ واو محتلين المركز الأول مع ريال مدريد، متشاركين 6 نقاط لكل فريق. اوكي الهدافون، فريمد الهداف يا جماعة مسجل هدفين، يا سلام. سأقوم بشراء قمصانا وربطات عنق أنيقة مصنوعة يدويا. تمام. اوه كلفتنا يا جماعة 15,000. اوكي انا غير اساسي في مباراة اليوم ودخلت في الدقيقة 56 ضد قادش. يلا دخول الصورة فريمد الى ارضية الميدان. تقييم 6.5، 10 تمريرات وتمريرة حاسمة. يلا لو مرر لكان هدف. الحمد لله ياسين. جول جول واخيرا. يلا 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 يوسف يسجل دائما هو المنقذ. جول جول يا الله.
ونهاية المباراة 2-1، لم أقدم ولا شيء. معليش. يوسف أنصاري يسجل هدف الفوز لإشبيلية، الحمد لله. اوكي، نفذنا فقط مهمة واحدة، المهم الفوز يا جماعة. أنصاري يسجل هدف الفوز. اوكي، امدح زملائك في الفريق. اوكي تمام، انهينا النشاط هذا. اوكي، في تطوير اللعب لدينا 3 نقاط سنحتاجها في التمرير يا جماعة. اوكي، راح نضيف هذه التسديد من بعيد افضل شيء. في ترتيب الليغا برشلونة محتل المركز الاول بفارق الاهداف، 9 نقاط متساويا مع إشبيلية. في الاحصائيات من الهداف، الهداف رافينيا، وانا في المركز الخامس ب3 اهداف رفقة يوسف أنصاري. في المباراة المقبلة يا جماعة الخير سنستقبل نادي برشلونة في اقوى مباراة. يا سلام. الى ذلك الحين اعتنوا بانفسكم جيدا، لا تنسوا علينا باللايك، اشترك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.